يعني معاني جميلة وراها مهرجان سوبر، ولما بقى يدي جايزة للضيف بالنسبة لي شيء يضيف ليا الكثير يعني، ويؤكد انه الافلام الجادة وجودها الجماهيري مهم للغاية، والقبول والرضا والجماهير والاقبال عليها ورد الفعل الجميل اللي حاصل، لكن كمان ايضا النقاد والجمهور المتخصص يحتفي بالفيلم ويسعد بيه ويقيمه تقييم انه احسن فيلم في المهرجان، ويحصل مخرجه على احسن مخرج او بطله على احسن ممثل الاستاذ خالد الصاوي طبعا، فده طبعا شيء برضه يسعدني للغايه.